بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء بالفرقة الأولى شعبة إدارة ومحاسبة، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله دي آخر محاضرة لينا. بأكد تاني على إننا معتمدين اعتماد كلي على بنك الأسئلة المحلول اللي معاكم، مش هيحصل فيه أي تغيير لحين انعقاد امتحانات نهاية الفصل الأول في أي وقت. وطبعا بأكد تاني أنت ما تسمعش كلام حد تاني، إذا كان دكتور المادة هو بيقولك هذا الكلام يبقى انت تبقى فاهم وواعي جدا ان ده الكلام اللي انت تعتمد عليه، مفيش حاجة تانية خالص تعتمد عليها، وهو ده مصدر الثقة بالنسبة لك. النهاردة هنتكلم على الفصل الاخير، تكامل وتطبيقات التجارية. في الفصل ان شاء الله ندرس بعض موضوعات في غاية الاهمية، بنعرف تعرف باسم عملية التكامل. عايزين بس ناخد فكرة مبسطة ازاي اعمل، ازاي اجري عملية التكامل، يعني كفكرة بسيطة لهم. طبعا احنا خدنا قبل كده التفاضل، فالتكامل هو عملية عكسية للتفاضل زي ما قلت. طبعا ان انا التفاضل ده عامل زي ان انا مثلا عندي حاجة قطعة حجر كده، لو انا فتتها طحنتها بالمطحنة كده فانا حولتها لجزيئات بسيطة، ايه ده اسمه عملية تفاضل، ده اسمه تفاضل. طب الجزئيات دي لو عايز ارجعها لاصلها تاني اللي هي الحجر السليمة على بعضها، يبقى دي عملية الايه؟ عملية التكامل. تمام؟ طبعا التكامل ليه قواعد، rules of integration، قواعد التكامل. كنا هناك بنقول تفاضل الثابت بصفر، هنا تكامل الثابت بثابت في اكس. تكامل الثابت بثابت في اكس زائد سي، والسي دي بيعرفه هو ثابت التكامل طالما التكامل بتاعي غير محدود. تكامل اكس اس ان بضيف على الاس واحد واقسم على الاس جرين، يبقى اكس اس ان يبقى اكس اس ان زائد واحد بضيف على الاس واحد على ان زائد واحد زائد سين. تكامل مقدار ايه اكس اس ان كالاتي، ايه اكس اس ان دلتا اكس هو عباره عن الايه، ده مقدار ثابت مش دعوه بيه، والاكس اس ان اضيف على الاس واحد واقسم على الاس جرين، يبقى اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سين. تكامل مجموعه او طرح دالتين يساوي مجموعه او طرح تكامل دالتين، يعني انت عندك تكامل داله اف اوف اكس زائد او ناقص جي اوف اكس دلتا اكس، هي تكامل اف اوف اكس دلتا اكس زائد او ناقص تكامل جي اوف اكس دلتا اكس زائد سين. اذا كان لدينا داله اف اوف اكس داله من الدرجه الاولى، عباره عن الداله بالصوره ديت، تكامل اف اوف اكس لكل اس ان دلتا اكس هيساوي ايضا هضيف على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، بس بشرط ان تكون الداله دي داله اللي داخل القوس داله من الدرجه الاولى، داله من الدرجه الاولى يعني اعلى اس الاكس واحد، وتحت في المقام كابيتال اف اوف اكس، وعرف لك ان كابيتال اف اوف اكس هي مشتقه ما بداخل القوس زائد سين. طيب لو عندي الداله اللي في جوه القوس مش داله من الدرجه الاولى، داله اكتر من الدرجه الاعلى من الدرجه الاولى، اكس تربيع اكس تكعيب، دي معنى داله اعلى من الدرجه الاولى، لو مضروبه في مشتقتها هنا بس في خطا، حط هنا داش شرطه اف داش اوف اكس، لو ما بداخل القوس مشتقته موجوده خارج القوس يبقى التكامل ده سهل، اقدر اضيف على الاس واحد واقسم على الاس الجديد واحط زائد ثابت التكامل. يبقى قلنا طبعا نحط هنا داش، لو القوس درجته اعلى من الدرجه الاولى ومشتقته موجوده بضيف على الاس بتاع القوس واحد واقسم على الاس الجديد زائد ثابت. تكامل رقم 7 تكامل مقلوب اكس وهو 1 على اكس، تكامله بلين اكس زائد ثابت. 8 لو كان البسط عندي مشتقة المقام، هنا المقام اف اوف اكس والبسط اف داش اوف اكس، لو البسط مشتقة المقام يبقى التكامل ده بيساوي لين المقام زائد سي. تكامل الدالة الأسية اي اس اف اوف اكس بشرط ان يكون الاس دالة من الدرجة الأولى، عبارة عن الدالة زي ما هي على مشتقة الاس، بس بشرط ان يكون ايه؟ مشتقة من الدرجة الأولى. لان من الدرجه الاولى معناه ان مشتقه الاس هيبقى بكام؟ هيبقى بمقدار ثابت، انما لو درجه اعلى من الاولى هيبقى مشتقه الاس في متغير اكس، فما ينفعش اقسم على متغير او اضرب في متغير وانا بجري عمليه التكامل. عشان كده قلنا لك لو كان الاس بتاع الداله الاسيه اي اعلى من الدرجه الاولى فلازم يكون مشتقته موجوده ويبقى التكامل بيساوي الداله زي ما هي. مثال تكامل 3 دي اكس، 3 مقدار ثابت تكاملها 3 اكس زائد سي طبقا للقواعد. تكامل اي اس اكس اي دي اكس، طبعا اي برضه مقدار ثابت طالما مش اس اكس، لو كانت اي اس اكس يبقى اصبحت داله في متغير اكس، لكن تكامل اي دي اكس هي عباره عن اي اكس زائد سي.
تكامل اكس اس 4 زائد 2 اكس تربيع زائد نص اكس زائد 5 دلتا اكس. قلنا اول حاجه اكس اس 4 اضيف على اس 1 واقسم على اس جديد زائد 2 اكس تربيع اضيف على اس 1 اكس تكعيب واقسم على اس جديد 3 خلي دي 3 زائد نص اكس تربيع واقسم على 2 خلي ديت ايضا 2 زائد 5 مضروبه في اكس زائد سي. تكامل اكس تربيع زائد اكس زائد 1 كل اس نص ومضروبه في 2 اكس زائد 1 دي اكس. واضح ان القوس ده مشتقه ما بداخل القوس اللي مرفوع له اس نص، لان مشتقه اكس تربيع ب 2 اكس اهي، مشتقه الاكس بواحد اهي، يبقى التكامل هيساوي القوس اضيف على الاس 1 يبقى نص زائد 1 3 على 2 واقسم على الاس الجديد 3 على 2 زائد سي. رقم 5 لا سيبها ديت. والجذر لو جذر التربيع اخليه اس نص، وطبعا 2 اكس زائد 1 اس نص هل مشتقتها موجوده؟ طبعا ده قوس من الدرجه الاولى، يبقى هنا هضيف على اس 1 واقسم على اس جديد واقسم على مشتقه ما بداخل القوس، فاس نص لما اضيف على 1 يبقى 3 على 2 واقسم على مشتقه ما بداخل القوس اللي هي 2 واقسم على 3 على 2 طبعا تحت، واقسم كمان على 2 اللي هي مشتقه القوس اللي من الدرجه الاولى، يبقى لي هنا تلت 2 اكس زائد 1 اس 3 على 2 زائد سي. مش لازم 7 ديت. التكامل المحدد طبعا تكامل ليه بدايه وليه نهايه، اللي فات ده ما كانش كان تكامل غير محدد فعشان كده كنا بنحط زائد ثابت التكامل، انما لما يبقى التكامل محدد ليه بدايه ونهايه 0 و1 زي ما احنا شايفين كده، بكامل تكامل عادي الطرق اللي احنا عارفينها اضيف على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، يبقى اكس تربيع تكاملها باكس تكعيب على 3 زائد اكس تكاملها باكس تربيع على 2 زائد 5 دي 5 خليها 5 اكس، وحدود التكامل من 0 ل 1 بعمل ايه؟ ببدا اعوض بالنهايه العليا في المقدار ده كله ناقص اعوض بالنهايه السفلى في المقدار ده كله، فلما اعوض بالنهايه العليا يبقى اكس تكعيب اعوض بواحد يبقى 1 تكعيب على بواحد على 3 زائد 1 تربيع بواحد على 2 زائد 5 في 1 ب 5 ناقص لما اعوض على اكس بصفر يبقى 0 زائد 0 زائد 0 وطبعا يدي لك 35 على 6. تمام؟ ده بالنسبه للتكامل المحدد لما كنت بحط سي، انا بكامل بالطرق اللي احنا عارفينها العاديه وفي النهايه بعوض بالنهايه العليا ناقص النهايه السفلى. تمام؟ هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله زي ما قلت لكم احنا معتمدين على بنك الاسئله اللي معاكم، نذكر كويس جدا جدا وهو محلول، يعني الامر سهل مش محتاج اي وسيله مساعده ثانيه. لحين انعقاد الامتحان ان شاء الله الامتحان هيجي من بنك الاسئله، ويطمنوا خالص محدش يقلق من اي حاجه، وربنا يحفظكم جميعا انتم واسركم، وان شاء الله نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.